يا مرحبا يا هلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ساعة شباب. نمسي عليكم بالخير وإن شاء الله راح نخوض معاكم في جولة جميلة من الأخبار والسوالف والضيوف اللي بيشرفونا وأيضا الأسئلة اللي بتكون دائما لا على البال ولا على الخاطر. قبل هذا كله مساء الخير عليكم، ناخذ نفس ومساء الخير يا لميا. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة برنامجكم اليومي ساعة شباب، واللي أكيد بيكون معاكم من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتجددة والمتميزة. وأكيد أقول لكم ساعة كاملة رح نقضيها معاكم بكل حب. على مر السنين والأزمان الوظيفة هي من أهم الأمور ومن يعني خلينا نقول من أساسيات المرء في حياته، أنه يحطها كهدف. بعد ما مرت السنين قل هذا الشغف، وفي ناس اعتبروها شيء مهم وفي ناس اعتبروها شيء متوسط، وناس يقول لك أنا أعتمد على نفسي أبرك لي. اختلفت الأراء ولكن تظل الوظيفة لها مكانة في القلب. أكيد طبعا تراد، في بعض الأشخاص اللي ممكن يتعرضوا لمواقف صعبة جدا في هذه الوظيفة، حتى إذا كانت الوظيفة على حسب مزاجهم ورغبتهم ومرتاحين فيها، ولكن تكون في أسباب أقوى منهم تخليهم يتعرضوا للاستقالة، وممكن يقدموا أكيد استقالتهم ويتركوا الوظيفة بأي سبب كان. سؤالنا على تويتر في هاشتاك ساعة شباب، إيش الأسباب أو إيش السبب الوحيد اللي يخليك تقدم استقالتك من الوظيفة حتى لو كنت تحبها، وليش؟ بالتأكيد نبغى نعرف ليش. على الهاشتاجات نشوف أول الردود. ونشوف أول الردود معانا اليوم من وفاء، تقول مساكم جميل تراد ولولو، على حسب معاملات المدير، الموظفين على حسب الرواتب كمان. أوكي أنت قالت لهم يقولوا لولو؟ لا هم صاروا مسميني لولو. طيب. ما تبغى مدلهم؟ لا بس أنا بس أسأل، استغربت أنه كلهم. طيب الشاعر أبو ذياب الفودي يقول إذا كثرت غلطات المدير علي لا سمح الله. شديد والله شاعر. ممكن يكون سبب. إيه طبعا. أحمد دقني يقول إذا المدير ما يقدر العمل اللي أنا أسويه والله لا أسحب عليه وأستقيل. أصلا حتى إذا استقلت من الوظيفة عندي شغلة ثانية أطلق من الوظيفة مأمن نفسي. حلو حلو يا أحمد. هذا اللي حنتكلم فيه. هبة تقول إذا كانت الوظيفة بعيدة وما في أحد يوديني، أوكي، دقه في المشاوير، وايضا واذا كان الدخل ما يكفي اقدم استقالتي، وبالاخير هي الوظيفه وانت مجبور بموعد واوامر. شكرا لك طيني ذكرتيها. صادقه والله هبه. دقنا تقول اذا والله جالسه اشتغل واقدم افضل ما عندي وهم لا تقدير ولا احترام، واذا في مجموعه اشخاص جالسين لي على التكه ومضايقيني مرة، وإذا في شغل النفاق الأخ. والله عنده أسباب كثير دقنا، بس الحروف ما كفتها. أنا أبغى أعرف كيف قريتي جالسين لي؟ يعني لو ما كنت عارف ايش اكتب حجازية هي جالسين لي على أساس أنه من فين جاي؟ من موزمبيق. مريم تقول إذا كانت بعض الأوامر واضح أنه غرضها تطفيش لأني إنسانة أشتري راحة بالي، طب والجرينجش الفلوس؟ إذا كانت تعامل بدون احترام، وإذا كان فيها استغلال لي بزيادة الأعمال. وجهة نظر مريم. لجين تقول إذا ضمن دخل تجاري خاص بي أستقيل فورا، لأنه مهما كان حبي لوظيفتي تظل وظيفة وإنت مجبور بموعد وأوامر محددة وقلق وكذا. والله حلو لجين. حلو يعطيك العافية. عندنا مها، وظيفة أفضل أو خيار أفضل؟ إيش فيه؟ إيش فيه مها؟ حسيت فيه سلطة في الموضوع ما فهمت. أوكي. أحمد المحسن يقول أقدم استقالتي وقت ما أكون مش مرتاح فيها، وإذا كان الراتب مش مناسب، لأنه أغلب الشعب يفكر في الدراهم وأنا منهم. الله عليك الله عليك يا أحمد على صراحتك، وقتها بستقيل وبدور غيرها. بالك طويل يا أحمد. حتى لو كان الواحد يحبها، هذه اللي اختصنا كنا نتكلم فيها أمس، حكاية الفلوس دحين أرجع لك إياها. أحد أفراد المجتمع ممكن أستقيل بسبب الموظفين المزعجين أو نفسية المدير المتقلبة، أو يكون الراتب القليل أو مواعيد الدوام وبس. والله يعني خلاص إحنا نسوي شركة على مزاجنا ونداوم بكيفنا. من نور تقول إذا ما كانت مرتاحة في أجواء العمل، إذا ما كنت مرتاحة في أجواء العمل لأي سبب كان، أو إذا كانت المواصلات متعثرة، أو إذا كان المرتب لا يتناسب مع مقدار الجهد المبذول. الله عليك يا مرام، أنا حوظفك عندي. آخر جملة حبيت. قسم الظهر البعيري. حبيت. ألا تقول لما يكون الراتب قليل أو يكون متعب وساعات العمل كثيرة، ولما ما يكون في عدل بين الموظفين. مساء السعادة طراد متألق ولمية الجميلة، شكرا لك يا ألا. أكيد يا ألا. طيب في كذا نقطة، شوف راح أتكلم في أهم النقاط اللي ذكرت واللي احنا حاطينها صراحة في السكريبت، هي الدخل والمصروف. لابد يكون
دائما الواحد هو بيعمل ليش او بيشتغل ليش او صدقوا خلينا نرجع للاساس. الوظيفه ايش اساسها؟ الوظيفه اساسها في 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 يعني تاريخيا اساسها ايش؟ استعباد. لان انت بتشتغل في شركه باجر معين لتتقاضاه لانك تعمل اعمال تؤمر عليها من قبل صاحب هذه الشركه، فهي استعباد لا محاله، وهي على مر السنين اصبحت وظيفه بهذا المسمى، وصار يعني نوع من التقدير الى حد ما غير عن يعني الازمان اللي راحت. لما نوصل لمرحله انه الدخل يكون عندنا كله بيروح مثلا في مصاريف المشوار لنفس المكان مكان الوظيفه، لما تروح لحاجات ما هي مستاهله وانا شغلي ساعات العمل مره كثيره، لما يكون في ضغط عمل هنا فعلا اتركها. ليش تراد انت اخذتها بهذا المنظور؟ حتى لو كان العمل انا احبه. لا اخذتها بهذا المنظور، انا ممكن ما اخذ الوظيفه بهذا المنظور ابدا، ولا ممكن اقول عنها استعباد. انا ممكن اقول انه انا بشتغل شغل مقابل هذا الشغل بيجيني دخل مادي، يعني ما بسوي شيء ببلاش. نحن بنقدم شيء للشركة أو لأي وظيفة نحن بنشتغلها، مثلا المحاسب بيقعد يحسب في مصاريف الشركة ودخل الشركة وكل شيء خاص بالشركة. أنت بتقدم لعمل للناس اللي يعتقدوا أن الوظيفة ناخذها مدى الحياة. الله عليك. وما عندنا وظيفه سايد. ايوه لا ليش؟ لانه في ناس تعتبر انه الوظيفه هي اهم شيء. لا ما هي اهم شيء، الوظيفه ماكسيموم حسب الدراسات والاحصاءات اللي ذكرت من دكاتره في يعني في هذا العمل وفي هذا المجال للهيومن ريسورس، بيقولوا اقصى حد لك 5 سنوات عشان تكون نفسك وتبدا مشروعك الخاص، غير كذا انت في عندك خلل او في عندك مشكله في الصرف او الدخل. فعشان كذا بقول لك الوظيفه ما هي اساس، الوظيفه هي وسيله عشان تخليني امتلك مكاني الخاص ويصير عندي موظفين وهكذا. اكيد طبعا ترادو، كمان في بتكون جدا مهمه لهذه الاشخاص، لازم صحيح. تكون جدا مريحه مع اشخاص مريحين، يعني مو لازم انه يكون والله في احتكاك حاد بينهم، ممكن يكون جدا سطحي. اهم شيء اذا كانت بيئه العمل جدا مريحه، هذا الشخص او الموظف في وقته راح ينجز اكثر في هذا العمل. فكل ما كانت بيئه العمل علاقه طرديه، كل ما كانت بيئه العمل مريحه، كل ما كان الموظف راح ينجز في عمله. وفي اسباب كثير، مثلا التطفيش، في ناس كثير ممكن يقعدوا لك، يعني الناس اللي قالوا يجلسوا لي على الوظيفة منصب معين، تصير بينهم جدالات جدا كبيرة في الشغل، يكون بينهم حقد، حسد، أنانية، كل ما شافوا واحد أعلى منهم بمركز أو عنده شيء كبير في هذه الوظيفة. فما حبوا بعض. والله يعني هذه الزبدة. أيوة بعض. حرد لك طبعا بعد ما نشوف الردود، برد لك على حكاية بيئة العمل، نشوف ايش باقي عندنا. نروح نكمل ردود. مين معانا؟ مزون الزهراني تقول يمكن الراتب يكون قليل مو كثير، والمدير يكون شديد، واذا ما عجبتني الوظيفه اتركها فورا وادور شغله غيرها. ويسعد مساكم. شكرا مزون. نوره تقول يمكن اترك وظيفتي ما يكون دخلها يوفي بمتطلبات الحياه واللي يزيد ويغطي، ويكون هناك المدير متشدد يخليك تترك الوظيفه فورا. واحلى مساء عليكم يا احلى ثنائي. هلا والله. ومساك نورة. منيف العتيبي يقول إذا كانت بعيدة من البيت. والله في سبب صراحة تعبت نفسها. عندنا سارة تقول لا لتفاني لوظيفة لا تمنحك خبرات ومهارات ولا تنتمي بمعرفتك ولا ولا تعطيك مجال للإبداع، قدم استقالتك فورا وتمتع بحياة العاطلين. التحية للأعمال الحرة. شكرا لك فعلا. حلو يا سارة. موج الغدير تقول في حالتين، إذا توفرت لي وظيفة أفضل وأحسن ترضي طموحي وتزيد خبرتي، ولو صار تعارض وتقصير يأثر علي بين وظيفتي وعملي الحر. وجهة نظر يا موج. عائشة العامر، معاملة زميلاتي الموظفات أو أهلي يكونون رافضين الوظيفة أصلا، أو يكون في شروط تعجيزية للوظيفة أو ظلم، لذا أقدم استقالتي. حلو. لوزة تقول ظلم الإدارة والتمييز بين الموظفين بدون وجه حق، سبب مقنع جدا. إلى حد ما دحين أقول لك ليش. تهاني تقول إذا ما كان في نظام بالشغل، يعني التأخير بالمواعيد والأوراق والمعلومات المهمة متبعثرة بكل مكان ويصعب الوصول إليهم، أحب النظام والترتيب.
حليت هاني فعلا المكان اللي ما فيه ترتيب مزعج. صحيح. ذكرى تقول اذا في ظلم باي شكل من الاشكال او تعدي على الحقوق او مدير اكبر همه مصلحته والموظفين في حريقه يعني ما يراعي ولا يساعد الموظفين ومساكم عسل. واكيد مساكي ذكرى اكيد ما كتبت في حريقه يعني. هي كذبت والله. زهار تقول زعلانة والله مرة. زهار تقول معاملة المدير هي أقوى سبب يخليني أترك الوظيفة، وحتى لو ما توظفت بعدها مو مهم، لما أكون مرتاحة نفسيا في الوظيفة راح أعطي أكثر. صحيح هذا اللي قلته. أي ميدو آخر ردود معانا وراح يكون ختامها مسك. إذا أن عدم احترام المدير أو الموظفين، وإذا كثرت الطلبات والشروط والأوامر، وإذا كانوا استغلاليين. استغلاليين يعني تلوم هذه كل النقاط بالضبط. اللي ذكرتها فعلا. شكرا لك. طب خلينا نرجع لحكايه البيئه. أيوة. والزملاء والعمل. انا اقول لك في اوقات بعض المدراء يعملوا عشان يخلقوا روح التنافس، للاسف يعني اوقات يخونهم التعبير، يقوموا يعني يريحوا ناس ويضغطوا على ناس ويحطموا ناس ويشجعوا ناس يعني بهدف انهم تمييز يعني. لا لا، بهدف انه قال لك انا الان ابغى ادفعهم الى الافضل، which is okay، هي صحيحه الحركه هذه صحيحه، ولكن ليس مع الكل. يعني ان انا اقعد بكسر مجاديف شخص عشان يعطيني اكثر ما تنفع مع الكل. اني انا اشجع احد حتى لو كان غلط وقتها عشان ابغى يصير الافضل ما تنفع مع الكل. اني انا اورط بين الموظفين واسوي نظام فرق تسد عشان امشي النظام او الشركه على الرتم الصحيح اللي انا ابغاه مو دائما تضبط، ممكن تطيح على راسك. فكثير من الامور اللي المدير لازم يكون واعي له وعارف ايش بيسوي وليش بيعمل كذا، فهذه النقطه اللي لازم نركز فيها. حلو التوازن في كل شيء اكيد طراد، ولكن انا زعلانه من بعض الردود اللي جت معانا يقولوا انه خلاص اذا والله مكان الشغل بعيد انا حستقيل، اذا مثلا طفشانه في الشغل وصار اي شيء او خلافات. الخلافات تصير في أي مكان، فلازم أنتم تتوقعوا هذا الشيء دائما، مو بس في الشغل أو في بيئة العمل. أنكم تتخلوا بكل سهولة عن وظائفكم اللي أنتم فيها شيء جدا صعب، خصوصا إذا كنت أنت مرتاح في هذه الوظيفة. لازم تعطي فرصة مرة واثنين وثلاثة وتستحمل، مو ما حتلاقي أي وظيفة ثانية بسرعة لما تجي تستقيل من وظيفتك وتروح تدور على وظائف. حتقعد فترة طويلة قاعد في البيت ما راح تسوي شيء، حتندم بعدين انك استقلت من هذه الوظيفه اللي انتم كنتوا فيها. فدائما انا الشيء اللي انا تربيت عليه والشيء انا متعوده عليه انه دائما انا اكون في الوظيفه الين صاحب العمل هو اللي يطردني يقول لي خلاص. ايش هذا مره خلاص يا لمي لصقه والله تجيبي من الجنة. ما احب اقطع رزقي ابدا، وانا دائما اقول للناس صبوره صبوره رزقكم يعني. في اي مكان كان دائما الاسباب بتتغير، دائما الاشياء اللي بتصير بتتغير في كل مكان. ما هي ثابته على حال واحد، فدائما احنا ما نقطع رزقنا بنفسنا. ممكن بعدين يعني أرزاق من عند الله ونصيب، فممكن ينقطع رزقكم بأي لحظة وتندموا. فعشان ما تندموا وتوصلوا هذه المرحلة من الندم، تمسكوا بوظائفكم ويعني خلوا أسبابكم ثقيلة. يعني توقعت ألاقي أسباب ثقيلة قوية. دام إنك جبتي طاري الأرزاق، خلينا نوجه كذا رسالة لبعض الناس اللي ما يخافون الله من الآخر كذا. سواء كنت زملاء في العمل أو كنت مدراء، زي ما حتاخذ زي ما حتعطي زي ما حتاخذ، وكما تدين تدان، زي ما حتزرع زي ما حتحصد. إذا اليوم بدأت تطفش زميلك في العمل وبدأت تدبس عليه وبدأت أنك أنت يعني تحاول أنك أنت تظهر بشكل الغير لائق، حيجيك يوم وربنا حيسلط عليك الناس اللي حيحطموك ويدمروك وما حيخليك تكمل. حقيقة حيجيك المدير، ممكن ما يجيك المدير تصدق، ممكن يجيك الموظف اللي يطيح راسك ويتعبك نفسيا بسبب واللي عملته في الناس يطلع فيك. هذه مجرد امثله بشكل عام، وفي امثله اكثر واكثر، بس اتقوا الله، اتقوا الله في اللي بتقدموه بينكم وبين بعض. احنا بشر نتعامل بانسانيه، وبعيدا عن الدين وكثير من الامور الدينيه اللي ممكن يعني تكون حاسمه، ولكن خلينا نتكلم بانسانيه اكثر. احنا بشر نتعامل بشر ونقدر بعض ونحط نفسنا في مكان الاخر. اهم شيء هذا حقيقه راد، اهم شيء انك تحط نفسك في مكان من. هذا كان سؤالنا اليوم على هاشتاغ ساعات شباب في تويتر. اتمنى انكم تشاوروا نفسكم وتراجعوا نفسكم على الاسباب اللي كتبتوها، ودوروا على اسباب حقيقه تستاهل انكم تستغنوا عن شيء في حياتكم او تتركوا وظيفتكم الاساسيه اللي بتدخل لكم دخل مادي. كم شخص الحين قاعد يتلفت ولا قاعد يسوي زي كذا ولا قاعد يراجع قاعدين يراجعوا نفسهم يراجعوا حساباتهم كثير. احنا ممكن برضه نراجع نفسنا عموما، حنراجع نفسنا اكثر وحنعطيكم اخبار اكثر ووقفات مع النفس اكثر في حلقتنا اليوم. حنستمتع في ساعة شباب بعد الفاصل، راجعين.
حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة فينا خير، وبنتعرف فيها على أهم الأعمال التطوعية اللي بيقدموها الشباب والبنات. وضيفتنا اليوم بتمثل أحد الفرق التطوعية اللي بتقدم الكثير من الأنشطة لخدمة المجتمع بكافة الشرائح، وهذه الميزة الموجودة لأنه في دائما تخصصات بتحصل في هذه الفرق، وحنعرف أكثر بأشكال واختلافات التوعية اللي حصلت من خلال ضيفتنا بشاير حنش، مشرفة إدارية في مجموعة لحظات. حياك الله في ساعة شباب. أهلا وسهلا، الله يعطيكم العافية على الاستضافة الجميلة. العافية. وحلو أنه الإعلام بيدعم الفرق التطوعية. الله، هذا واجبنا أكيد يا بشاير. بس بداية حابين نتعرف أكثر على فريق لحظات التطوعي، وكمان بنعرف إيش أبرز الخدمات اللي بيقدمها للمجتمع بصفة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ فريق لحظات التطوعي عام 1435، بدأ بداية بسيطة جدا، مكون من 15 عضو. ترشح الأستاذ موسى هيازع رئيس للفريق، والأستاذ محمد علامي نائب للرئيس. بعد كده الحمد لله وصل عدد المتطوعين والمتطوعات للآن 500 متطوع متطوعة ما شاء الله، في جميع الأعمار وجميع التخصصات. طبعا عندنا مظلة رسمية وهو مركز حي المنتزهات النموذجي تحت جمعية مراكز الأحياء بجدة. جميل. طيب خليني أسألك، إيش أهم الأهداف اللي بتركزوا عليها في تقديم الأعمال التطوعية؟ لأنه كل منشأة أو كل مجموعة أو كل جروب بيحاولوا إن هم يسلطوا الضوء أو يمسكوا نقاط فيها ضعف في المجتمع أو فيها نقص أو يحتاج فيها تكامل، فإيش الأهداف الأساسية اللي حطيتوها؟ نحن عندنا لحظة غذاء هذه بنعملها، الحملة هذه بنعملها تقريبا كل شهر. بنستهدف 20 أسرة. بنستهدف 20 أسرة. بنخلي المتطوع يوفر السلة ويوصلها بنفسه للأسرة المحتاجة. من الهدف هذا، من الحملة كلها هذه، إنه إيش؟ إنه المجتمع يكون واحد متعاون. جميل. عندنا كمان زيارة المستشفيات. نحن بنزور المستشفيات، بنخلي المتطوع يجلس مع المرضى، بيتكلم معاهم، والهدف من هذا كله، الهدف الأول إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والهدف الثاني إنه نرفع الروح المعنوية للمريض. كمان عندنا اللي هو التوعية، نحن بنركز على التوعية بشكل كبير. بنوعي في المدارس، بنتكلم عن الأمراض، بنعمل كمان دورة إسعافات أولية. كمان نحن بنستهدف الطلاب والطالبات وبنزرع فيهم حب التطوع. حلو، شيء جميل. طب بشاير، يعني اكيد في فئات انتم حابين انكم تستهدفوها في الفريق التطوعي، الجمعيه التطوعيه بتقدموا لها الدعم، فنبغى نعرف مين هي ابرز هذه الفئات. نحن تقريبا كل فئات المجتمع بنستهدف. الهدف انه نسعى لخدمه الدين والوطن. وما عندكم فئه معينه تستهدفوها؟ لا، جميع الفئات، الاطفال، الشباب، جميع الفئات. بس كيف بتقدروا يعني انكم، يعني ما هي مساله بسيطه كمان بشاير انكم انتم تستهدف جميع الفئات؟ هل عددكم كبير او بسيط؟ كم عددكم؟ عددنا ما شاء الله 500 متطوع متطوع ما شاء الله، من جميع التخصصات. طيب، وجميع الاعمال. طيب خلينا اسالك عن حاجه مختلفه تماما. وجود الفريق تحت مظله مراكز الاحياء يعني بيعطيه جزء من الدعم، وبيحاول انه هو اكيد بيدعمه باي شكل من الاشكال، مادي او معنوي، او حتى خلينا نقول لك اوقات تحتاجوا اماكن معينه عشان يعني تبثوا فيها او يكون عندكم منبر. بس ابغى اعرف كيف بيتم هذا بيدعمنا بشكل كبير معنويا. واشكر الاستاذ ماجد الثباتي على انه بيدعمنا وبيوفر لنا، بيساعدنا في الموافقه احيانا في الاشياء هذه، في التصاريح والكلام هذا. ايوه. حلو. طيب بشاير، الفريق منتشر في عدد مناطق ومدن المملكه، كيف بتتم عمليه التنسيق وطرح الافكار بينكم، خصوصا من كل واحد بمدينه؟ فهل بتجتمعوا مره في الاسبوع او بيتم التواصل اونلاين؟ كيف بيتم؟ احنا التواصل كله عندنا اونلاين عن طريق الواتساب. بالنسبه للافكار، نحن نستقبل جميع افكار المتطوعين والمتطوعات، وبنشوف الشيء المناسب، بتشوف الاداره بتطبقه. تاخذ افكار من برا ولا بس من؟ ايوه، من برا. نستقبل كمان افكار من برا. ايش؟ نستقبل الافكار كمان من برا. حلو. نشوف الفكره المناسبه اللي ممكن احنا نسويها. احنا اهم شيء تكون الفكره يعني مو تقليديه، شيء مميز جديد. ممكن. حلو. هل من احد اهدافكم انكم انتم مثلا تتسيدوا الموقف في انكم، يعني خلينا اكون واضح اكثر،
تضموا لكم مجموعة فرق تكون صغيرة وتصيروا مجموعة أكبر، يعني اللي هو فريق عفوا لحظات أو مجموعة لحظات تكونوا أكبر، ولا ليست من أهدافكم بالعكس بتكونوا؟ لا طبعا من أهدافنا أنه نتعاون مع فرق تطوعية ثانية، وهذا الشيء مرة حلو لأنه كلنا في النهاية بنسعى لهدف واحد وبنسعى لخدمة الدين والوطن. فبتواصلتوا مع فرق ثانية؟ لا والله لحد الآن ما في، بس بإذن الله يعني في الجاي. هي بس اي احد لو قدم لكم بتروحوا؟ ايوه. طيب مساله التطوير ايش بتسوي بالضبط عشان تطوروا؟ كثيره الان صارت يعني انا ولمي هنا ما شاء الله في البرنامج فرق تطوعيه ممكن من اكثر الفرق اللي بيشرفونا في البرنامج وبنكون سعيدين جدا، بس كل فريق بيحاول يتميز، بس التطوير هنا مرحله مره صعبه انك انت تعطي نيكست ليفل او مرحله اعلى في تقديم الخدمات او حتى في انك تكون مميز عن باقي الفرق او حتى انك تكون معطاء اكثر عشان تتميز في وجودك كفريق او كمجموعه، ايش بتسووا؟ نحن نركز اكثر شيء على الشيء المميز. عملنا حمله رغبه، الحمله هذه من اجل المرحوم المغفور له حمزه اسكندر. الحمله هذه كنا بنحقق رغبات مرضى السرطان المعنويه. حققنا الحمد لله 3 رغبات في مكه وجده وفي المدينه. بالنسبه للاعضاء نحن نشوف الاعضاء يعني اللي تخصصاتهم صحيه، تخصصاتهم تفيد المجتمع اجتماعيه، كمان نحن ما ننسى الفئه العمريه الصغيره. الفئه العمريه الصغيره بننمي فيهم الشيء هذا وبنزرع فيهم حب التطوع وانهم يشاركون الشيء في الشيء هذا. طب ايش ابرز الحملات اللي سويتوها او نظمتوها، وايش الحملات اللي في المستقبل حابين انكم تسووها؟ ابرز الحملات حمله زياره المستشفيات، كمان عندنا حمله رغبه، كمان عندنا لحظه غذاء، وباذن الله لحظه غذاء ايوه لحظه غذاء. كمان عندنا حمله كسوه دفء. في الحمله هذه استهدفنا 51 اسره. كنا بنروح لبيوتهم ونجلس معاهم ونعطيهم الكسوه. كنا بنزرع السعاده. بتروحوا تقدموها لهذول الناس المحتاجين؟ شوفي بالنسبه للدعم، دعم فردي من الاعضاء، من اعضاء الفريق. يعني خلاص مثلا يا عيني يا فردي. طب عندكم شركات المواد الغذائيه يا مكثرها ويبغوا يشاركوا ويبغوا يعني يساهموا في حاجه زي هذه، ما قد تواصلتوا مع الشركات الغذائيه؟ صراحه ما قد تواصلنا، بس لو جاء يعني لو جانا عرض زي كذا ما حن بس انتم ما حاولتوا تقولوا او رحتوا؟ ايوه بادرتوا يعني؟ لا ما بادرنا الصراحه. مكتفيين بالدعم اللي موجود عندكم؟ لا مو مكتفيين، بس انه احيانا الشركات هذه يكون صعب يعني ما توافق، ما لازم خطاب، لازم احنا عندنا احنا رسميين وعندنا خطابات وعندنا الشيء اللي يثبت، بس احيانا يعقدوا الامور شويه. اوكي فهمت عليك. حقيقي بشاير حنش نشكرك لتواجدك اليوم معنا في ساعه شباب، واكيد نتمنى لكم كل التوفيق على الاعمال الجميله اللي بيقدموها في خدمه المجتمع. احب اشكر في النهايه الاستاذ موسى هيازع والاستاذ محمد علامي للدعم الكبير لي، غيروا من شخصيتي وخلوني افيد المجتمع، وطبعا شكر لله ثم لامي واخوالي وخالاتي على الدعم اللي شجعوني على الشيء هذا ويبادروا معايا في الشيء هذا. جميل جدا، اهم شيء دعم الاهل. شكرا لك يا بشاير. وصلنا لنهايه هذه الفقره، لكن لسه في ساعه شباب ما انتهينا، حنكمل في الاخبار والسوالف، في حاجات جديده ما ممكن يكون سمعتوها، لكن عندنا الجديد دائما بعد الفاصل، خليكم معنا. وحياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. دائما نسمع أنه زمان كانوا في أمثال يقول لك لو جاك عريس أمسك فيه بدك أسنانك، بس ما أعرف ليش في طيور بتمسك في السيارات بدها وأسنانها، وهذا اللي كان حاصل. طبقوا هذا المثل بس بشكل غريب في فيديو طريف وحقيقي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي. حط طائر نقار الخشب على إطار خارجي لنافذة أحد السيارات الموجودة، وفي شخص يعني جالس بجوار السائق صور هذا الفيديو من السيارة هو بيواجه الريح والمطر في جولة حول مدينة شيكاغو. نشوف الفيديو على اليوتيوب، ما أعرف إذا شفتوه ولا لا. طبعا بيظهر نقار الخشب في هذا الفيديو، شوف زي ما أنتم شايفين متشبت يعني ما أعرف، ودوني معاكم
خذوني لا تسيبوني. لا هو مستمتع بالرحلة. أخوك الصغير مستمتع بالرحلة طبعا، هادئ وماسك الجلدة هذه اللي برا، مساعدته انه هو يمسك فيها. لما اشتد الهواء قرر السائق انه يخفض السرعة عشان يبقى الطائر مستريحا. جزاه الله خير. اعتقد نزل القزاز هنا ولا ايش؟ لا والله لسه اعتقد. لا بس نازل القزاز. اي نازل القزاز. بس واضح انه مستمتع صراحه. ايش جوه في الجلسه هذه؟ فجاه طبعا نط الطائر داخل السياره. دحين حنشوف النطه هذه واستقر فين؟ فين النطه؟ نبغى نشوف النطه. انا متحمس والله، والله انه مستانس، والله انه مستانس طبعا. طيب اوكي يعني حتجي اللقطه اهم شيء. طيب قفز الطائر داخل السياره واستقر على ذراع السائق ثم على ظهره. يلا وين اللقطه؟ اوه وخلاص لسه باقي؟ اي لسه. شوفي شوفي شوفي. اوه هو بردان شكله مسكين متصلب مع المطر. اي أيوة والله. بس هذا الفيديو دي هذه اليومين امريكا والله بارده الان، ف يعني اكلك منين يا بطه؟ حقيقي شيء ممتع. الغريب انه الرجال مستمتع بالطائر هذا صح؟ اي طبعا مستمتع. غير هناك ترى، هناك بالعكس يعني، يعني حتى الطيور خلاص عرفنا حبك لامريكا. لا شوفي شوفي، بس انا اقول لك حاجه، بس انا اقول لك حاجه، فاهمين هذا الموضوع؟ والله بس اقول لك شيء، البساس هنا على على قفهم اللي يشيل، يقول لك في الشوارع وماشي وراح. تخيل هناك ايش عندهم تحديدا في فرانسيسكو في وقت البرد، الطائر اللقلق هذا الكبير يمشي في الشارع وتهش كذا ويطالع فيك ايش فيك دفن، انا مكاني هنا قاعد في الشارع. يعني والله تلاقيهم. ايش قصدك؟ ما قصدي شيء، بس بقول لك ماشيين براحتهم والله، الشارع حقهم. انت اللي انت انا اللي ماشي غلط. ويطالع ويمشي وياخذ ينقر في الاكل عشان السي فود هناك مليان في في الشوارع. حقيقي منظر جميل واختلاف. منذ زمن على استلهام أساليب حياتهم، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والغذاء من غيرهم من الأمم. وآخر هذه الأفكار المستلهمة تتعلق بتنظيف الأسنان، وقد وصلت إليهم من أرض الجزيرة العربية. وقد نشرت إحدى الشركات التشيكية تسجيلا لفرشاة أسنان ثورية تتكون من مواد طبيعية بنسبة 100%، أكيد كلكم عرفتوها، ومليئة بالمعادن والفيتامينز. طبعا ما هذه الفرشاة سوى المسواك أو عود السواك زي ما احنا عارفين طبعا، الذي تعرفه البلدان العربية منذ قرون، كما أن استخدامه مرتبط بالثقافة الإسلامية على وجه الخصوص. وما ننسى أكيد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسواك. وقالت الشركة أنه للمسواك الذي تبيع العود الواحد منه بنحو 4 يورو له فوائد عدة، من بينها أنه يعمل كفرشاة ومعجون أسنان في آن واحد، ويحافظ على مين الأسنان، ويحمي من التسوس، ويبيض الأسنان أيضا. بس أسألك، ترى شفت الإعلان اللي منزلين الشركة التشيكية حقت فرشاة المسواك؟ إيه ما شفته موجود في الواتساب والترسل. بس بدري عليكم، ها من 1400 سنة رسولنا الكريم قال لنا المسواك جدا مفيد، ودحين هم جايين ياخذوه موضة ورافعينه ب 20 دولار كم ولا 4 يورو؟ 4 يورو يعني 20 ريال تقريبا. عفوا عندنا قدام المسجد بريالين، خلوكم انتم اشتروا من المواقع ولا هذا وضيعوا فلوسكم. صحيح خبري صح؟ اي خبرك. شاحن البديل الجديد. اوكي ما ينفع اقول خبر كذا، دائما نشرح الموية راحت المقدمه كلها خبصتيها. يقول لك قوارير المويه متعودين عليها نشربها البلاستيك زي ما هي معروفه، في منها قزاز اذا كنت يعني من الطبقه المخمليه، اذا كنت من الطبقه المتوسطه تشربها في بلاستيك. الان كل الطبقات راح يتساووا في حاجه مره مهمه وطريقه جديده في شرب الماء. لم يركز معايا في هذا الخبر، حيث طورت شركه بريطانيه بديلا هي بديلا بيئيا مقدما متقدمة للتخلص عفوا من القوارير البلاستيكية، إذ تمكنت من ابتكار زجاجة مياه صغيرة صالحة للأكل ويمكن أيضا هضمها بسهولة. هي طبعا كرة هلامية زي ما احنا شايفين، شكلها هلامي طبعا، اسم المياه أوهو، ويحط بها غشاء مصنوع من مواد طبيعية قابلة للتحلل في المعدة، وممكن امتلاعه بالكامل وهضمه يروي العطشان بنفس طريقة شرب الماء. يعني عطشانين ناكل لنا دائرة أوهو. وطبعا يتكون المنتج من مستخلص أعشاب بحرية ليس لها مذاق،
على الرغم من إمكانية إضافة نكهات في مرحلة متقدمة من التصنيع، طبعا لسه ما شفنا حاجة. ويقول القائمون على هذا المشروع أنه تكلفة زجاجة المياه ذات الغشاء القابل للأكل أرخص من إنتاج زجاجة مياه بلاستيكية كاملة، كما أنها تحافظ على البيئة بخلاف البلاستيكية اللي بتكلف ملايين الملايين الملايين الدولارات. منها في منهم يرموها، في منهم عندهم فكرة إعادة التدوير، لكن صحيح. يظل تكلف كثير. يعني كنت بقول لك الفكرة الحلوة في هذه اليوهو والأوهو الحلو فيه حفاظا للبيئة، ولكن مين اللي زوره قد كذا عشان لا هي هي ترى كده ما تبدا تنبلع. لا لا ما انا ما اقدر ابلع حبوب، فكرت فيها كيف حبلعها يا زين المويه اذا شربت مويه كذا وانت عطشان عارف عادي احنا خلاص هي طبعا لازم يقول لك حتى المويه لما تشربها لازم تبلبل شفايفك سبحان الله عشان ترتوي في فهذه واحده من الامور اللي نعيش ونشوف في النهايه. هذه حقت سريع حقت لو كنت في الضايع في صحراء شيء تلغها كذا سريع تخيل بالله ما تجي صح. مين حيضيع في صحراء؟ خلاص خلاص اوكي. عموما خلينا نروح على السريع على خبرنا الاخير موجود معي اليوم. اعاده افتتاح اخطر ممشى في العالم راح يكون قريبا، ومن المقرر ان تعيد السلطات الاسبانيه افتتاح اخطر ممشى في العالم امام السياح في 22 ابريل الجاري، واذ يعتبر الممشى واحدا من اكثر الاماكن جذبا للسياح في البلاد، ويبلغ طول الممشى 6437 متر، وهو معلق في معظم على حافه الصخور في الجبال على مسافه تزيد قليلا عن 100 متر فوق نهر جوالد هورس اوكي في مدينه ملقا جنوبي اسبانيا. ويجذب الممشى المكون في اجزاء منه من الخشب واخرى من المعدن نحو 3000 سائح سنويا من مختلف انحاء العالم، وسيكون بامكان السياح شراء التذكره للصعود عليه في 18 ابريل الجاري بقيمه 10 يورو وحتى نهايه العام، وقبل ان يتم ترميمه وتركيب أسوار الأمام على حافتيه. كان الجسر مكانا خطرا للمغامرين من المستلقين، كما كان نقطة جذب للمصطافين المغامرين من جميع العالم. أنا ما قلت شيء، أنا قلت شيء. لا أصلا تركت عليك. أنا قلت شيء. هي سبحان يوم يهل بلا يهمل. المستلقين ما هذه ما هي في القاموس العربي المستلقين. لا المستلقين. المستلقين هذه ما اسمها المتسلقين. عادي تحصل ما في مشكلة. لا بس حقيقة هم حاطينه بفلوس. اي تشتري تذكرة عشان لازم تطلع اخرج 14. انا اقول لك حاجة 10 يورو عشان اطلع واخوف نفسي واقعد احط يدي على قلبي، شو السالفة يا جماعة الخير؟ وكنا بدلنا ملقى يعني ما هناك ما شاء الله سياحة عشان يسوي لك جسر معلق. شفنا اللي في الصين طاح صح؟ عرفت اللي في الصين طاح؟ لا ما سمعت. ما طاح عنود اللي طاح القزاز. اي طاح القزاز وناس وزعلت وتعورت وتكسرت، فايش ربي حاوجنا؟ ما اعرف صراحه ليش نشوف ناس طفشانين ناس يبغوا يسووا جنان باي طريقه، بس حقيقه عمري ما انت ممكن تطلعي هذا الشيء؟ لا طبعا حتى لو اعطوني فلوس عشان اطلع ما راح اطلعه، فما بالك اذا انا ادفع عشان اطلعه؟ صعبه. باراسيلينج ممكن، سكاي دايفنج افكر فيها. انت من جدك هتطلعي هذاك وما انت بتطلعي؟ لا شوف شيء مختلف تماما. طبعا هذا مختلف من نوعه. طيب ما فهمتي. عموما هي الاراء تختلف دائما، ودائما نحاول نسوي شيء جديد بس بعقل. والله انا ما افضل يعني نطلع سطوح بيتنا افضل من نطلع ان احنا اماكن مخيفه زي هذه. وبعد الفاصل لسه عندنا حاجات كثير عشان نعرف من فين نبدا في حياتنا في امور كثيره. بعد الفاصل في ساعه شباب بنستانس. يا اهلا وسهلا من جديد، وفقره من فين تبدا اللي حنبدا فيها ان شاء الله معاكم ونعرف في موضوع عن المختلف واللي حنعرف ايش تفاصيله مع الأمير. اكيد خصوصا تراد لانه حديثنا اليوم راح يكون عن تقديم المساعده للغير، خاصه مع الاشخاص اللي تحول مسار حياتهم بسبب الفشل او ممكن الاخطاء المتكرره. ويسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الاخصائيه وضيفتنا دكتوره صفاء مراد الاخصائيه النفسيه والاسريه. يا هلا فيك معنا صفاء. يا اهلا فيكم تراد ولميا، كيف حالك؟ كيف امورك ان شاء الله؟ طيب ابطيتي علينا دكتوره صفاء فترة طويلة لك وحشة والله. يلا ناخذها دحين هاتفيا وان شاء الله قريبا اكون معاكم. ان شاء الله الحمد لله على سلامتك اولا واخيرا. وبداية بنتكلم على هذه النقطة اللي فعلا يعني
من خلالها يطيحوا، ما عاد يوقفوا ثاني ويقول لك خلاص انا حياتي انتهت. هذه الامور اللي الواحد ما يعرف ايش يتصرف فيها. في اساليب في المقابل ممكن الواحد يتخذها ويحطها نصب عينه او يعرف انه هو يتعامل معها عشان يقدر يوقف على رجوله مره ثانيه ويقول لا في امل في التغيير ويرجع يحس انه حياته في منها مغزى. ايش هذه الاساليب طبعاً. دكتوره صفاء؟ طبعا احنا اخترنا هذا الموضوع يمكن لانه في الفتره الاخيره لاحظنا انه مع الضغوطات اللي بتصير مع الناس مع الامور اللي بتصير كلنا صار عندنا فتره الا ما يجينا لحظات خلينا نشعر فيها بشويه احباط او فقدان امل او احساس بالفشل، لانه مو دائما يكون الحياه على رتم واحد الا ما يجيك يعني الاحساس بالفشل مقابل الاحساس بالنجاح على حسب قوتك الذاتيه. في اساليب عند الأشخاص اللي يكونوا داعمين دائماً للأشخاص اللي يحسوا بهذا الفشل أو الإحباط أو ما إلى ذلك. من أهمها وأولها خلينا نقول أو نبغى نوجزها مثلاً، من أهمها لازم نعلم هذا ولا ينتظر أن يكون بدور الضحية عشان الكل مثلاً يمد يده المساعدة. بالعكس هو يكون حتى في أقسى أو أضعف لحظاته قوي، والآخرين خليهم يساعدوه خلينا نقول من محبة وقرب مش من عطف وشفقة. هذا إحساس جدا مهم يحسه الشخص المحتاج المساعدة. يعني خلينا نقول أول حاجة تدعيم النفس وبعد كده نبدأ طبعاً. نتعامل مع طبعا قديش أنا أعمل لنفسي حصانة نفسية حتى وأنا بأسوأ ظروف. يمكن دحين اللي يسمع يقول لك طيب صعب، ولكن هو فعلا اوقات صعب، اوقات يكون صعب على بعض الاشياء اوقات صعب، ولكن لو انا حطيت بيني وبين نفسي حاجز وقلت لازم اتعدى صدقني ترى لاني حنقدر نتعدى. صحيحه، خصوصا صفاء اذا كان هذا الشخص شخص قريب منك، اخوك، صديقك طبعا. فكيف ممكن وكيف نقدر نصنع منه انسان قوي زي ما قلتي صفاء، وكمان انسان كويس ومحب للحياه ومتقبل ايضا لكل الصعاب؟ طبعا عندنا بالذات الأشخاص القريبين مننا لازم نعلمهم خطوة جدا مهمة يا رمية، ما نخليهم يوقفوا عاجزين أمام الشيء اللي هم واجهوه. بغض النظر إيش كانت المشكلة اللي واجهوها لازم نعلمهم هم كيف يطلعوا منها، مو إحنا بس نعطيهم الشيء ونمشي عليه، بالعكس. فنبغاهم هم يطلعوا آخر ما عندهم أو يعرفوا، يعني ممكن إحنا نعطيهم أساليب معينة عشان هم بعد كده يعرفوا كيف يمشوا عليها. لازم هو من نفسه يبدأ يغير من نفسه من جوا عشان يقدر يعرف ان الحياة لسه فيها امل وفيها اشياء جميلة تستاهل انه يعيشها عشانها. والمهم دكتورة صفاء تكون منه جوا. الاسلوب يعني يختلف من شخص لثاني، يعني كمان احنا لازم بحكم قربنا من هذول الاشخاص المفروض احنا نعرف ايش اللي يناسبهم في حياتهم عشان لا ندخلهم اوقات في جدر. بالذات في اشخاص تراد لهم لا تنسى عندهم اشترار السلبية، يعني دائما هم يحبوا يعيشوا بسلبية ويحبوا يعيشوا بحياتهم سلبية غصبا عنهم هذا الاحساس. يمكن خلينا نقول البيئة المحيطة فيهم كلهم تكون سلبية، صحيح. فمن فين حيجيبوا الإيجابية مدام كل شيء حواليهم سلبي؟ هنا لازم نعلمهم كيف يطلعوا من كل الحياة اللي هم فيها كمان. وفي النهاية صحيح صفاء، في النهاية إذا اعترف بالمشكلة فالاعتراف بالمشكلة هو جزء كبير من حلها، نصف الحل دائما يعتبر كمان. طب خلينا نقول يعني في أشخاص حتى لو قابلوا بعض النجاحات تعترض بعض الافكار اللي تخليهم خلينا اقول لك متعلقين اكثر بفكره الاحباط والفشل زي ما ذكرتي قبل شويه. حقيقي في ناس كثير نعرفهم هم الدراما كده بطبيعتهم، يعني حتى ربنا خلقهم على هذه السجيه، او منتقدين دائما او سلبيين في دراما كوين، يعني هم كده دراما كوين. وهذه طبيعه حياتهم، ممكن حتى البيئه ساعدتهم زي ما ذكرتي، او حتى ما في احد عرفهم الطريقه السليمه. هنا جدا صعب، يعني انا قاعد افكر فيها كيف ممكن اتعامل مع شخص اصلا بطبيعه تفكيره انتقادي وسلبي في نظرته. اوقات على فكره السلبيه مو دائما سيئه، لانه هو بينظر يشوف حاجات احنا مثلا كايجابيين ما نقدر نشوفها طبعا. فهمت علي؟ فكيف اخذها من زاويته عشان اول شيء في نقطتين احنا الو الو صوتك بس قطع، عفوا من جديد. ايوه اول شيء نتكلم على موضوع، لما نتكلم عن موضوع الايجابيه هذا مو معناته انه احنا بنادي حياه خاليه من السلبيه او مثاليه او بيرفكت، بالعكس زي ما اتطرق اقتراض احيانا السلبيه بتخلينا نشوف امور كنا جاهلين عنها واحنا ايجابيين طول الوقت. احنا نطالب بشيء متوازن وبنفس الوقت مو مره تكون متشائم وسلبي. فالفكره هنا يعني مثلا خلينا نقول لك شيء اواجهه انا على ارض الواقع في عيادتي، لما يجيني شخص أيوة لما يجيك شخص لما يجيني شخص مثلا بيكون انسان عنده مشكله ما، ولكن
مو بس هو صاحب مشكلة على قد ما هو صاحب طاقة سلبية معبأة جدا بداخله. صحيح. فهنا بنصير نحول مسار العلاج من انه نعالجه كشخص عنده مشكلة نفسية، لأول شيء كيف نخرج منه هذه الطاقة السلبية عشان يقدر بعد كده يتقبل أي كلام مننا. فهذه في أشخاص بطبعهم فعلا زي ما قال تراب إنهم أشخاص سلبيين وأشخاص صعب التعامل معاهم، عشان كده لازم نكون صبورين. يعني بدل مو مرحلة واحدة على مرحلتين ثلاثة طبعا مرحل. ولازم تكون أنت صبور يعني إحنا كمعالجين أكيد هنكون صبورين لأنه هذه مهنتنا، ولكن إذا هو ما يبغى يروح معالج يروح لأخ لصديق عشان تقدم له يد العون، لازم تكون صبور عليه. مو خلاص أنا طفشت، هذا الإنسان ما منه فائدة، هذا الإنسان سلبي. صح. هو طايح في شيء هو مو عارف خطورته. صحيح. فأنت المطلوب لك أنك توضح له هذا الشيء من محبة. مو بس كذا صفاء، مو ضروري انه كمان هذا الشخص يكون سلبي، ممكن شخص تعرض لفشل كثير في حياته لدرجة وصلته للإحباط الشديد اللي مستحيل يرجع يخليه يتفائل للحياة من جديد. فنبغى نعرف ايش اهم الاسباب اللي ممكن تخلينا نبعد هذا الإحباط تماما من هذا الشخص المحبط. تعقيبا على نقطة الإحباط، لم في اشخاص دائما في دراسات تقول ان الشخص الناجح طول ما كان في سلسلة حياته يمر بنجاحات، لو تعرض لإحباط أو لفشل فهو نسبة حزنه أو نسبة إغلاقه على ذاته بتكون أكثر من الشخص اللي طول عمره متعود على الراحة. هو إنسان طول عمره ماشي على النجاح، فلما هو فجأة يتعرض صدمة بالنسبة له تعتبر طبعاً هيحس بصمود مو متعود عليه، تجربة جديدة عشان يطلع بالضبط تجربة جديدة بكل مقاييسها بالنسبة لي سيئة، فعشان يتعداها او يتخطاها يتطلب منه الكثير. صحيح. فمو يعني زي ما يقولوا اذا يعني يمكن اذا طاح الانسان اللي فاهم او هذا يكون حواليه حتى نظره المجتمع ليه تكون اقسى. طبعا مثلا لو طالب طول عمره فاشل مو متعودين يقول لك غلطه الشاطر بقل غلطه الشاطر بقل في صح صح. اما المتفوق بيكون انت ما توقعناها منك طبعا. فاحنا كيف ممكن نتعامل، كان سؤالنا كيف ممكن نبعد عنه هذا الاحباط صفاء؟ بالضبط، هذا ممكن نبعد عنه الاحباط. اول شيء لم يلازم نعزز ثقته بنفسه، ولازم نحسسه انه مو نهايه الحياه لو انت مريت باحباط، ولازم احنا نرجع نذكره بنجاحاته السابقه، بل ممكن كمان نعرضها لي لو كان في وثائقي او صور او شيء عشان يرجع هو يشوف الاحداث الايجابيه اللي هو مر فيها. لانه احيانا في الاحباط السلبيه ننسى كل شيء، خلاص تحس الميموري عندنا قفل على هذه اللحظة. صحيح. فكشخص محب أو داعم لازم أذكره بكل شيء حلو هو سواه، وأعطيه أمل أنه لسه إن شاء الله اللي جاي في حياته حيكون أفضل وأحلى. حلو. أنا بس بسأل أنا كم باقي عندنا وقت عشان بس نعرف هل نقدر نكمل؟ طيب طيب جميل جدا حلو. طيب أنا خليني أسألك بس أسألك، كيف أضمن أنه الشخص المحبط اللي أنا موجود في حياته كصديق كأخ من إيش ما يكون العنصر ما يأثر عليه التأثير السلبي أو يغير نظرة هذه الحياة؟ وهذه كثير من الناس اللي ينجرفوا للأسف الشديد طبعاً. في هذا الموضوع، يعني ما يقدر يسيطروا. في ناس كده يمتصوا الشخصية أو يمتصوا الحالة اللي حولهم على قد ما هم إيجابيين أو على قد ما هم متوازنين، ما يقدروا إلا ما يأخذوا من الشخص اللي حولهم. فأعمل البلوك هذا كيف؟ طبيعة الإنسان تلاقي مهما كان إنسان قوي، مهما كان إنسان حواليه هالة إيجابية، إلا ما يتعرض لرواسب سلبية تتعرض له هو، تلاقيه يمتص غضب كل الناس ويمتص سلبية كل الناس، وفي نهاية اليوم هو تلاقيه يجلس ويبكي أو زعلان أو في شيء ما حاسس فيه، وبنفس الوقت مو قادر يشتكي لأحد لأنه هو في نظر المجتمع يعني هو السوبر إيجابي. صحيح. فما ينفع انه انا اعطي انطباع هذه نقطه ثانيه انا ما فكرت فيها. صح صح طبعا. صحيح. ما ينفع انا اعطي انطباع نفسي سلبي، هذا بالنسبه لي تنازل حيكون، انه انا لازم ابقى في عين المجتمع البني ادم القوي. يلا معادله صعبه هذه طبعا، زي الاشاعه اللي طالعه على الرجال انه الرجال عاد يبكي مثلا. صحيح. سيئه طبعا هذه الفكره طبعا. صحيح. هذا تحميل لود ليهم. فالنقطه هذه لازم نعرف انه على قد ما احنا نتعامل مع اشخاص سلبيين لازم كمان احنا ما ننسى نفسنا، يعني إذا حسينا السلبي هذا حياخذ بيدنا الطرق مسدودة، لازم نوقف هذا الدعم ونقول خلاص خليني أحافظ على بقايا إيجابيتي عشان أنا ما أحس إني أنا بنجرف معه، خلي أشوف شخص أقوى مني ممكن يكون معه. صحيح. صحيح. طبعا دكتورة صفاء مراد الأخصائية النفسية والأسرية، نشكرك على تواجدك.
شاء الله يا رب حبيبي يسعدكم. شكرا شكرا. المره الجايه تشرفينا انت ويزن ان شاء الله. اكيد باذن الله لازم اجيبه لكم. ان شاء الله. شكرا لك دكتوره صفاء. احنا وصلنا لنهايه حلقه هذا اليوم. اعتقد الموضوع واضح جدا، ويعني هي فعلا معادله صعبه، يبغى لها حبكه، اوقات حبكه دراميه مع الناس السلبيين، ويبغى لها اوقات طفشان منهم. لا لا مو كذا والله، بس هذا طبيعي. احنا يعني احنا بنتعايش مع بعض في هذه الحالات لمياء. صحيح. كثير ناس نحبهم ويكونوا قريبين مننا ما نقدر نسيطر عليهم بسبب طريقه تفكيرهم، بسبب ان الحياه جبرتهم او جبلوا على هذه الطريقه في الحياه. أكيد. فاحنا بدورنا لازم نكسر هذه الحديه ونقدر نكون معطائين. أكيد طبعا. وصلنا لختام حلقتنا اليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، وأكيد لا تنسوا إيميل البرنامج وهاشتاج ساعة شباب على تويتر. مرحبين بكل آرائكم واستفساراتكم، ورح نشوفكم بكرة بنفس الموعد على شاشة روتانا خليجية. وبكذا أقول لكم فمان الله معاكم. أنا لمياء غالب، أنا كنت معكم طرات سندي، كن دائما متفائلين إن شاء الله. مع السلامة.